شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطاً ملحوظاً وصل إلى ما دون 55 جنيهاً في تداولات، مع وجود مؤشرات قوية بأن يستمر الهبوط ليصل إلى ما دون 50 جنيهاً. يأتي ذلك في ظل ما تردد من أنباء حول اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى الحملات الأمنية الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية على تجار العملة الصعبة في السوق الموازية. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون حدوث تراجع جديد لسعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة، مع قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرب الاتفاق بين الحكومة وعدد من الشركات والجهات الإماراتية على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، فضلا عن إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالية واقتصادية إضافية لمصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك. من جهتها، أعرب رئيس مجموعة البنك عن تقديره وإعجابه بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، لافتا إلى أن الشركات المصرية بدأت من خلال الخبرات المكتسبة في الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات في دول أخرى. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، وفي مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمتابعة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة. وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة وسرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة في مدن مثل العبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة، ذلك بالإضافة إلى بعض مدن الصعيد. ووجه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة الأراضي المطروحة والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى واستثمارات ذات رأس مال كبير. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً تناول خلاله تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بما لها من إمكانات اقتصادية ستعود بمكاسب على الاقتصاد العالمي. وأوضح مركز المعلومات أنه وفقاً للتقديرات، فمن المتوقع أن تسهم تلك التكنولوجيا بنحو 13.1 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035، وستوفر 22.8 مليون فرصة عمل جديدة تدعم سلسلة القيمة. بحثت الحكومة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من عام 2025 حتى عام 2028. وأكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه الشراكة بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، لافتة إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر. استقبلت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية سفينة الحاويات العملاقة تي روزفلت، وذلك لأول مرة بأرصفة ميناء الأسكندرية. ويصل طول السفينة 365 مترا بعرض 48 متر بحمولة كلية تصل إلى 142 ألف طن وطاقة 14.440 حاوية مكافئة.
قال فتح كرهان المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي إن فريقه عازم على أن يتبنى نهجا صارما للسياسة النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه. وفي أول تصريحات له منذ توليه المنصب قال كرهان إن البنك سيراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير، لافتا إلى الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم. أظهرت بيانات رسمية انخفاض العجز التجاري في المغرب بنسبة تقدر ب 7.3% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 28.6 مليار دولار، ذلك بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة. وأوضحت البيانات أن إجمالي الواردات تراجع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، فيما ساهمت تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات في تحسين العجز التجاري.